السلام عليكم إخواني الأعزاء أحبائي المواليع، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في في موضوع في حلقة جديدة. هذه الحلقة اللي غنتناول فيها واحد الموضوع اللي ديجا تكلمت فيه مرارا وتكرارا مع الإخوان اللي عندي في مدرسة كوبية أو الأصدقاء اللي كنريح معهم في 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 المقاهي وكنتولى معهم، وهذا الموضوع هو يخص بحث في ميدان الولاعة، في ميدان أو في تاريخ الولاعة وبدايتها، ومن هم الأشخاص اللي يعني بدأوا هذه المسيرة هذه منذ القديم. فصراحة فكنت أعطيت واحد الحلقة في هذا الموضوع هذا، ثم كانت كتنقصني واحد كما كيقولوا واحد شوية الملحة لهذه الحلقة هذه، فوجدتها الحمد لله، لأنني شغوف بالبحث في هذا الميدان وشغوف بالطيور وبالكوبية وبتغريد الطيور بصفة عامة. الإخوان، هذه الحلقة كتوجدتها باش نديرها إن شاء الله نهار السبت ونهار السبت في اليوتيوب، ولكن مع الأسف البارحة اتصل بي أرسل لي صديق عزيز علي وهو المهدي باتريك، أرسل لي يعني واحد الميساج اللي كان بمثابة صدمة ليا وحزين، وهو يتكلم على فقدان الأستاذ الكبير والأستاذ العظيم في هذا الميدان اللي هو ميدان تغريد الحسون أو الكوبية. وهذا الأستاذ كلكم تعرفونه، فهو ميغيل مولينا أوشاندو، الأستاذ الكبير. فهذا الأستاذ كبير أصبح مغربيا بينما هو إسبانيا الجنسية الأصل، ولكن أصبح مغربيا لأن في السنين الأخيرة منذ 2001 وإحنا نتكلم على هذه الشخصية المميزة في تغريد الكوبية. فتلقيت بأسى جديد وبحزن كبير الوفاة ديال هذا الشخص هذا، رغم أن القدر علينا أجمعين والموت علينا حق، ولكن الفرق صعيب. انا شخصيا يعني صراحه حزنت بزاف على الاستاذ هذا، لانه اعتبره استاذي الروحي او حتى الاب الروحي ديالي، لان الا جيت نقول لكم فدوزت معاه الكثير، دوزت معاه بزاف، لان غادي تقولوا انني كيفاش دوز معاه بزاف، ماشي شخصيا ماشي فصفص، ولكن دوزت معاه بزاف في الكتاب ديالو، واخا باللغه الاسبانيه فقد يعني دوزت معاه واحد 3 سنين ولا 4 سنين غير ديال البحث في الكتاب وشرح داك الكتاب وترجمه ديال الكتاب كلمه بكلمه وجمله بجمله، حتى اصبح هذا الشخص بمثابه رفيق لي في الولاعه ديالي واستاذي في ان واحد. فاصبحت انا كنحس به جالس معايا ملي كنكون كنبحث، فاصبحت كنحس به، وليت كنقلب على الفلسفه ديالو في كتابة الكتاب والفلسفة ديالو في تغريد في البحث ولا في تطوير هذه الولاعة. فالحمد لله استطعت أن أكتشف عدة أشياء، واستطعت أن يعني أطور أسلوبي في هذا الميدان اللي هو ميدان علمي، اللي ما كيتقبلوش أنه الولاعة ميدان علمي، فأنها ميدان علمي. فصراحة بقى في الحال بزاف، وأنك بحال هذا الشخص هذا يضيع، وكنت كنتمنى اقسم بالله العلي العظيم، اللي كنت كنتمنى كنكون جالس بوحدي كنقول يا ريت شي نهار نتلاقى به وندي معاه مسار مولوع ولو بالعربيه بمساعده مترجم، لكن ما كتبش الله. ولكن هذا الاستاذ هذا اللي بغيت نقول لكم انه عطى الكثير،
هو اللي حل الباب ديال الولاعة، هو اللي فسر الولاعة، هو اللي سهل علينا الولاعة، هو اللي عطى بزاف د الحوايج الولاعة. وكانوا قبل منه اللي غنهضر مع اني غنهضر عليهم ان شاء الله، ولكن هذا السيد كنهضروا عليه من 2001، حنا كنعرفوه غير من 2001 بصدوره الكتاب ديال المانيوال ديال سيلفيس تيسمو. فالاخوان نطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمه على هذا الشخص، كنترحموا عليه، انا شخصيا كنترحم عليه وكنقول ليه الله يرحم لك الوالدين، وكنقول ليه الله يجعلها مغفره الذنوب طبيعه الحال. فكلنا بشر، فمن طبيعه الحال علاش كنقول الله يرحمك؟ لان اصلا في ديننا الاسلامي هناك حديث يقول اذا مات ادم انقطع عمله الا من ثلاث، انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، او ولد صالح. اذا مات ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذا الشخص هذا رغم أنه إسباني، رغم أنه مسيحي، فهذا الحديث ذكر آدم، لم يقل مغربي أو فلسطيني أو مصري أو عراقي أو مسلم، قال آدم، يعني عمم آدم. إذن هذا الإنسان هذا علاش ترحمت عليه أنا؟ لأن تعلمت منه، لأنه خلى واحد العلم ينتفع به، خلاه للبشرية، خلاه للمواليع. هادشي علاش ترحمت عليه، ويستاهل الرحمة. أنا شخصيا أعتبره أبي روحي وأستاذي روحي، لأن كما قلت لكم عشت معاه في كتابه، ملي كنت كنقرا كتابه ونترجم كتابه كنشوفه قدامي وكنبقى نبحث فيه. إذا الإخوان، فهذا الشخص خلى علم بحال أديسون، بحال نيوتن، بحال عدة علماء. على كل حال، فمن خلال من بعد ما سمعت الخبر ديال الوفاة ديال هذا الأستاذ ديالي، والأستاذ كنظن ديال الجميع، فقررت إعادة هذه الحلقة ووضع واحد التكريم لهذا الشخص هذا، واحد التكريم صغير. يعني بالنسبه ليا هذا هو جهدي اللي نقدر ندير ليه، فندير ليه واحد التكريم خلال هذه الحلقه هذا، ثم اتمم الموضوع واتمم القضيه التاريخيه ديال الولاعه. فالاخوان، فهذا الاستاذ هذا رغم هاد التكريم الصغير اللي درت ليه، فكيستاهل شي حاجه كبيره. لهذا اقدم تعازي الحاره الخاصه لعائلته الصغرى وعائلته الكبرى التي تخص المواليع والشعب الاسباني، ثم كذلك جميع المؤسسات الاسبانيه التي تهتم بتغيير الطيور او تهتم بالطيور. وكذلك اقدم نيابه عن مجموعة مدرسة الكوبية وعن جمعية المعارف للبيئة والطيور، تعازيهم الحارة لهذا الشخص، فرحمة الله عليه ورحمة الله على جميع المسلمين وجميع المؤمنين. فنمر للتكريم البسيط اللي حاولت نقدمه لهذا الشخص هذا. أتمنى أن يكون في المستوى، و بعد نتمم ان شاء الله الموضوع. اخواني المواليع، انا شخصيا ساقوم وساعطي دقيقة صمت احتراما لفقدان هذا الشخص الكبير وهذا الاستاذ الكبير في ميدان الولاعة، والذي ترك لنا ارث كبير لنستفيد منه، رحمة الله عليه.
الاخوان بعد ما درنا واحد تكريم بسيط واحد وقفة يعني احتراما وقفة صمت او دقيقة صمت احتراما لهذا الشخص هذا فمن طبيعة الحال الحياة تستمر وسوف تستمر ولا في كونتينيو اذا سأتابع بحثي وسأتابع اجتهاداتي اذا الاخوان وسأتابع يعني الموضوع اللي قلت لكم في البداية فالاخوان فكل هاد المسائل هذه اللي كنهضروا عليها ابارتير من 2001 او القانون الاندلسي والقانون 2014 والقوة فيرسيون ديال 2001 فهاد القانون كله كيعتمد على واحد جوج ديال الناس يعني قديما 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 اللي هما عطاو البصمة الأولى لهذا الميدان ديال التغيير وهذه الثقافة ديال التغيير. فبغض النظر غنهضرش معكم على قديم الزمان أن مقنين كانت عندها علاقة يعني مقدسة من بعد الموت ديال سيدنا عيسى ومن بعد الحضارة اليونانية وما زيد على ذلك. ما غاديش نهضر في هاد الحويجات هادي وكذلك ان ام قنين ولات كيرسموها يعني الرسامه الكبار انذاك عهد اليونان في 1507 في 1649 في 1654 داك الطابلو ديال السنبل المشهور. اذا هذا ما غاديش نهضر عليه لان ديجا هضرنا عليه كثير 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 ولكن اللي بغيت نقول لكم هو ان هاد المساله هادي سواء لا فيرسيون ديال 2001 او لا فيرسيون ديال 2014 فهما يعتمدون على شخصين اللي غادي ندويو عليهم ان شاء الله دابا واللي قبل ما ندوي عليهم انني غادي نعطي يعني واحد باراغراف اللي مكتوب في 2014 وهو يعترف ان فعلا لا باز هي هاد الشخصين وكتاب اللي خرج في 1604. اذا نشوفوا يعني لابا يعني لا 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 يعني الماء يعني الباراغراف ان شاء الله ونكملوا الحديث ديالنا. فالاخوان بعد ما شفتوا الدليل ديال ان هاد الكتب الاخيره اعتمدوا على يعني الكتب الاوليه اللي هضرنا عليهم دوك الشخصين اللي هضرنا عليهم فمن طبيعه الحال الاخوان فسنه 1604 او القرن 16 كانت هي بدايه الاهتمام بتغريد الطيور المغرده ومن بينهم خيلجيرو بالاسبانيه او الحسون. وهذا الشخص الذي اهتم بهذا الميدان هذا فاسمه جون بوتيستا غزامارو هو اول واحد كتب الكتاب واول واحد دار ملاحظات انه اون كابتيفيتي ازيد من 14 طائر مغرد منهم الحداد الولوال الكناري المقنين الوطواط خدم عليهم وكل صنف خدم عليه على حده وتكلم لنا على لي مالادي ديالو كيف نتعامل معهم اون كابتيفيتي ديما في القفص ثم لا ريبرودكسيون ثم اللي كيهمنا حنا هو لو شون ديال لو شاردوني. فماذا قال هذا الباحث غزامارو في هذه المساله ديال لو شون دو شاردوني؟ فقال ان الطائر الحسون له ان غران ريبرتوار دو شون خاص به وله امتياز اخر على الطيور انه ياخذ منهم بعض التغاريد الخاصه بهم وما يساعد على ذلك هو حنجرته التي تساعده على تقليدهم. فالحسون كيشبهني انا في المغربي فالمغربي تبارك الله علينا وعلى الجميع انهم معروفين انهم يتاقلمون مع اي لغه وكيهضروها بالتلقائيه وبدون ان يظهر عليهم ذاك ما يسمى بالاكسون. فماذا قال؟ فمن طبيعه الحال اللي بغيت نقول لكم انا هضرت فيه هذا بزاف ان هذا الكتيب شريته وقريته وترجمته والغريب في الامر
ان هذا السيد هذا ان اعطى ذاك في ذاك الوقت اعطى بعض التسامي اللي باقين كنخدموا بهم الى حد الان. تم فيهم بعض التغيير، بعض التغييرات صغيره جدا، ولكن التسامي ما زالت هي هي. فغادي نحط لكم واحد دو باج باش تشوفوا هاد التسامي هذه، مثل اللي بقى شاد يعني بلاصتو، مثل التعويقه او تعديده او شكوى او الشكوى لكي خاص شبيكوليو، فكان ذاك الوقت يوناني هو كيقول لها تشيكوليو، ثم تشبيكوليو كان يناديها بتشيكوكوليو، ثم شيبيلي حتى شيبيلي ما زلنا كنسمعوها، ثم بيلين او بلين. فمن ذاك الوقت كان يستعمل ما يسمى بلونوماتوبي التي يعني تكلمنا عليها كثيرا. ف غادي نحط لكم هاد جوج صفحات ثم ندوزو الى التتمة ان شاء الله. فالاخوان بعد ما شفتوا الصفحات او يعني المراجع اللي تكلمت عليها، فبطبيعه الحال ما جبت والو من راسي، فهو كوتيب اشتريته من 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 من, من على بغا واخا مع عمي في طنجه، وكنشكر الاخ اللي كان صدعوا ديما على هذه الكتب. ف بطبيعه الحال دائما كنقول الاخوان ان هناك شخصين، زامارو وما وشخص اخر يسمى جون اورتيز. فهاد جون اورتيز بحثت لي على الكتاب ديالو، تعيت كنت غالط في هاد المساله هادي، فما لقيتش الكتيب ديالو، ولكن بشغفي وحبي للبحث ركزت عليه حتى ساعدني الله وبفضل الله وجدت المصدر. فهاد الشخص هذا ديال جون اورتيز، فالتاريخ ديالو اللي ذكر 2014 هو 28 نوفمبر 1830 1830. فإذا لاحظتم راه كاين تقريبا 236 عام بين البحث ديال كزامارو والخدمة ديال جون أورتيز اللي قام به في 1830. وهذا جون أورتيز هو اللبينة الأولى فيما يسمى بالكوديغو وبتحويل لوشون الى واحد المساله ثقافيه وعلميه. كيف ذلك؟ فنهضوا كيفاش. فهاد جون اورتيز فهو الحمد لله وكنشكر الله على انني استطعت ان اجد دليله ويعني كتاباته. فهو ليس له كتاب، ولكن هذه هي اللبنه اللي كانت خاصاني في هذا البحث ديالي. فهاد السيد هذا شاب وستان شانوان، يعني بريتر، كان كيخدم في الكنيسة، كان كيعطي العمل ديالو كله للكنيسة وهو شاب في الكنيسة ديال لا كاتيدرال اسبانيول. فهاد الشخصين بجوج فهما كلهم بجوجهم من غانادا، إذا هنا من غانادا بجوج، يعني الولاعة بدات من ساس من غرناطة، ماشي من مالاغا ولكن من غرناطة. إذا هذا الشخص هذا كان كيعمل في الكنيسة، وكان مهتم ويحب يعني تغيير الطيور، ومهتم كثيرا بالطبيعة، ناتوراليست أو ميم طون. إذا وكان ذاك الوقت كما قريت في سميتو، ما ندخلش في لي ديتاي بزاف، كان ذاك الوقت الناس يعني الموالي الكبار ذاك الوقت كانوا كيربيو هاد المقنين هذا في الاقفاص، وما كانوش الفقراء كيربيوهم كما كنسمعوا ديما ان طبيعه المقنين كانت عند الحرفيين، الكزار، كسيكليس، النجار. ذاك الوقت كانت عند لي نوبل، فكانوا كيتجمعوا دائما كموالي كبار وكيهضروا على المقانن ديالهم، كل واحد كي يفتخر بالمقنين ديالو ويتكلمون عن تغيير المقنين. وكان هاد شانوان هذا دو بريتر هاد جون اورتيز كيتصنت لهم بزاف. ف
كان عنده رأي آخر، كان عنده شروحات أخرى بلو تكنيك بلو زعما مشروحة مزيان. فخدا الشجاعة رغم الصعوبات، فكانوا هاد الناس كيجتمعوا في الكنيسة لا كاتدرال وكيجتمعوا تما وكيجلسوا وكيجبدوا المقانن ديالهم وكيتصنتوا لهم ويهضروا، هذا زوين هذا خايب هذا. وكانوا دائما يتكلمون على ما يسمى ماشي لي زابيل كما سميناهم المنفردة او تزاور، بل كانوا يتكلمون خصيصا بالجمل التغريدية ديال المقنين، وكانوا كيسميوها بالإسبانية نتمنى ننطقها مزيان، كانوا كيسميوها ميوزيكا ديل بييرغو. بييرغو هو واحد لو فيلاج فين موجودين هما وفين موجوده ديك لا كاتدرال، راه الاسبانيين غيعرفوها وكتوجد في كندا. فهاد بييرغو هي واحد واحد الفيلاج يعني غني بالطبيعه وغني بالطيور، وغادي نعطيكم واحد بعض الصور ديالها ان شاء الله. فاستعد هذا الشاب فخلاهم تجاو الكنيسه وفرحانين بالطيور ديالهم وداو العبادات ديالهم وداك الشيء، فاخذ الكلمه وتكلم معهم، وكان يعيش انذاك نفس القمع او نفس الحوايج اللي كيعيشها اي شاب مع اي مولوع مع اي واحد في شي ميدان قديم. فدائما كيسمعوا كما كنسمعوا كنا كنسمعنا هذه القضيه، انت يلاه بديتي انت هادي ما كتعرف والو ما كتسمعش مزيان عاد بديتي الباح. فهاد السيد هذا عاش هذه المساله هذه. اذا الاخوان بعد ما غادي ان شاء الله نوريكم بعد سميتو ديالو غادي نعاود نكمل لكم الشروحات ان شاء الله. فالإخوان بعد ما شفتوا يعني الصور ديال الفيلاج بييرغو ثم واحد بوند او واحد مقال انه يتكلم على تاريخ هاد ليستوار ديال السيرفيس تيستمو انه بدي من 1830، فبطبيعة الحال فانا غادي نعطيكم واحد الشرح بسيط وخفيف لان داكشي طويل بزاف، لان خاصكم تعرفوا واحد القضيه بان هذا الشخص ما كتبش كتاب، وانما دا ان ديسكور للموالع فسميتو في لا كاتدرال، لان ذاك الوقت كان عندهم هذوك الموالع كانوا كيجيبوا الطيور ديالهم، كان عندهم بحال واحد الموسم كيديروا بحال لامتي كونكور واحد الطريقه تقليديه. فهو شكون اللي ترى الانتباه ديالو هو ان عند سمع بان هذوك الموالي عندهم لي كوتيم مختلفه وعندهم نقاشات مختلفه وعندهم تسامي مختلفه على ما هو يعني اللي كيشوف هو كل واحد كيفاش كيسمي داك الطابيل الطويل، كل واحد كيسمي دوك لي زابيل اللي لداخل. فهو تشجع وقام بهذا يعني التدخل هذا وقام بهذا الديسكور هذا وشرح لهم بيان سور، قال لهم معكم احتراماتي واحتراماتي لكم والأقدمية ديالكم، ولكن ها خصكم يتم توحيد هاد التغريد والتسامي ديال هاد المسألة هذا، وناقش معهم التسامي اللي عطاهم هو، وغادي نوريكم ان شاء الله الصفحة اللي دوا فيها. ولكن اللي صعيب الحال بزاف هو ان الترجمة ديال
ديال هاد الكلام ديال هاد السيد هاد الشانوان او هاد لو بريتر هاد لو ديسكور اللي دار فهو عباره عن ديسكور وان ديسكور فهو خطاب ارتجالي انه يخاطب مباشره المواليه فلقيت صعوبه باش نترجمها للفرنسيه لان خاصني نحترم يعني كل ما هو معنى لانه يتكلم ربما باللهجو ديال الاسبانيه فلقيت صعوبه باش نلقى بعض الكلمات خص قلبت عليهم في بزاف باش في جوجل في لي ديكسيونير وقلبت عليهم يعني المصطلح ديالهم فماشي سهله انك تترجم واحد لو ديسكور اما تترجم قصه ولا مقال فهو سهل اما لو ديسكور فهو يتكلم بالدائر يعني باللارغو خصك تعرف واش داكشي اللي بغى يقول هو دونك لقيت صعوبه فاستطعت الحمد لله دوزت في توا وقت ولكن استطعت نحط داكشي مزيان الحمد لله فهاد السيد هذا فهو بدا كيشرح ليهم وكيفسر لهم التغريد ديال الحسون بما هو البليبلي بما هو التشيو وهضر لهم على غيماطيه يعني بانها نهايه ان خصها تكون نهايه هضر لهم على لي ريتشيو وهضر عليهم على البليبليات يعني با مال لان كانت واحد الوقت كيسميه كوان 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 تشيو او كوان 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 ري 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 تشيو اذا هاد كوان مابقيناش كنسمعوها ولا تبليبلي بلي ولا طبلي طبلي اذا هذا باختصار فلقى صعوبات ولكن في الاخير يعني خضعوا للمساله ديالو وخضعوا للشروحات ديالو وبيان سور لانني لابد ان اعطي دليل على هذا الكلام ديالي ان فعلا هذا السيد كاين وفعلا هذا لو ديسكور كاين وفعلا هذا خدام في الكاتدرال وبزاف بزاف الحوايج ولكن الحمد لله مره اخرى يعني ساعدني الله سبحانه وتعالى واشكره انني لقى الدليل القاطع ما هو الدليل الدليل هو صحيفه معروفه في الاسبان ما عرفتش بقى كاينه ولا ما بقيتش مكاينه ولكن اسميتها ادغاف ما عرفتش نطقتها مزيان ولا لا مي غنعطيكم يعني العنوان ديالها فالصحيفه كتبات هذا لو ديسكور كما قاله جون اورتيز يعني نقل في الصحيفه كما نطقه يعني بدون تغيير بدون موديفيكاسيون ف كيفاش تتنشر وتعرفت هذه الصحيفه هذه الكتبه هذا الدسكور لان الصحفي اللي كان خدام في هذه المجله كان صحفيا سياسيا ويهتم حتى بما هو ثقافي وداكشي وكان كيدوي على السياسه بزاف وداكشي فوجدوه مقتولا في منزله اعتذر نسيت على الاسم ديالو وما عندي ولكن ما لقيتوش حطيته فقتل هذا فوجدوه مقتولا في منزله فدخلوا عليه بطبيعه الحال السلطات المحليه وداكشي فكتعرف انهم دخلوا وبحثوا على يعني القاتل والمسائل والجرائم ولقاو بعض الامور ديالو فكما هو صحفي معروف فاحتفظوا بالكتب ديالو بالمقالات ديالو بما كله بما كتب وبما كتب فوجدوا هذا المقال مكتوبا ف خذوه ودوه للمكتبة الوطنية الإسبانية فحطوه تما فالحمد لله لقيت هذا المقال كما مكتوب وترجمته من الصحيفة يعني خديته بكوبي كولي وبقيت مضارب معه حتى ترجمت هذه المسائل ديال لو ديسكور فكان يعني صراحة ديسكور رائع وكيف أقنع هذا الناس فما نظنش أنني يعني كنظن أن الإسبان فراسهم هذه المسائل هذه ان بعض الاسبان الذين يهتمون بالثقافه الولاعيه ويبحثون غادي يكون عندهم هذه المسائل هذه فغادي نعطيكم بعض يعني الامور فقبل ما ننسى فهو الذي كما قلت لكم حط اللبنه الاولى ديال هذا القانون اللي كتسمعوا دابا على هذه القضيه ديال نظريه الحكام هذه القضيه ديال لي غولبي فهمتي ما دواش عليهم بالطريقه ولكن مفهوم الكلام ديالو وغادي تشوفوا كاع واحد انهم قال لهم ان الحاجه اللي هو كان مولاها هو ومتاكد منها وشي هو قال لهم ان الله يخليكم ان تغريد المقنين ينقسم الى ثلاثه اقسام ما هو ادونو وتزاوق وما هو منفرد لزابيل دوباز اللي كنهضروا عليهم حنا الان ثم ما هو مركب افيك فينيسيون او سون فينيسيون فهاد التقسيم جاء من ذاك الوقت وهو اللي كنلقاو في لافيش لحد الان
لحد الان، زائد بيان سور الاخطاء، قال لهم واحد القضيه على الاخطاء، قال لهم بان الاخطاء ما يعني لا يهتم بها كثيرا بواحد الطريقه يعني مهمه بزاف، ولكن اهتم بما هو تحليل للطلقات والتغايد يعني بشكل عام وتقسيم التغايد. اذا ان شاء الله غادي نوريكم بعض الصفحات ديال يعني لو جورنال ابغاف ثم ادغاف، ثم نوريكم يعني التقسيم ديال سميتو مع واحد صح واحد تي باراغراف من جيده اللي هضر فيها على لا تيرمينيزون، وهضر فيها على البليبليات. فنشوفوا هاد يعني هاد الادله ونكملوا من بعد ان شاء الله. أعزائي، من بعد ما شفتوا هذه الأدلة اللي يعني كتدل على أن 1830 يعني كان عندها تاريخ عريق وبالدليل ديال الجريدة، فغادي ندوزوا للكتاب ديالنا اللي هو عشناه، اللي هو ديال الكوديبو 2001 و2014، فغادي نحط واحد الصورة ثم ندويو عليه إن شاء الله.
فالإخوان من بعد ما شفتوا الصورة ديال الكتاب اللي باقي كيدور ويجول لا في إسبانيا لا في المغرب والذي يعتمد عليه جميع المواليع في تلقيم أو في تحكيم طيورهم فهو قانون جد مضبوط فهذا ما ديما نقول لكم عليه لأن كلكم كتعرفوه فتفسيرات للداخل فهي جد قيمة فهي جد قيمة فجاء بالجديد جاء بالجديد على ما هو قديم بحال لي سيلاب كما قلت لكم يعني دار واحد الارتباط بين اللغه وتغيير الطيور اذا فاوشاندو هو اللي سهر على هذا الكتيب مع بعض الاصدقاء ومع كذلك الجامعه الاندلسيه فهذا الكتاب هذا بدا فيه اوشاندو عطى فيه شي حوايج يعني دقيقه من طبيعة الحال فهو كتاب يمكن أن ينتقد يمكن أن تكون فيه أن تكون فيه هفوات قانونية ما يعني ما قلناش لا لأن هناك كتاب واحد الذي لا ريب فيه هو القرآن الكريم فكل الكتب ممكن الإنسان ينتقدهم ويقراهم ويفسرهم كيف بغاه ويشوف على حسب المفهوم دياله فعلى كل حال فعلى كل حال اللي كاين هنايا هو ان هذا الاخ ولا هذا اوشاندو هذا فكان له شان كبير عند الاسبان وكانت يده يعني اليد ديالو الكلمه ديالو دائما يعني محترمه ومقبوله وبالدليل علاش كنقول لكم بالدليل لان هناك بعض الادله ان انه حاضر في جميع الامور حتى في التسجيلات فمن بين اهم التسجيلات ربما اللي دازوا في طيور عند الإسبان فكانت سنة 1977 سنة 1990 94 95 2001 اللي هي المشعل ديال تغريد الكوبية فهناك سنوات أخرى يعني ملي كنقول لك التسجيلات ديال الطيور ماشي غير المقنين والعصفور فهناك الكناري فهناك طيور أخرى تم تسجيلها لأن الإسبان عندهم هادشي شيء كبير يعني لو سيلفيستريسمو شي حاجة كبيرة عندهم يعني كيعطوها قيمة كبيرة ولا عندهم تراث اللي عندهم هاد المسألة بحال التراث ما يمكنش يسمحوا فيها بحال الفروسية عندنا حنا فالفروسية عندنا حنا اللي هي اللي كنقولوا لها حنا التبويضة ما دابا اللي كنشوفوا فيها ماشي اللي كنا كنشوفوا شحال هادي دابا ولات بطولة ولاو فراقي ولاو كلشي تنظم تونيات داكشي على حق وطريق وكذلك هما إذن هذا هو اللي كاين فغادي نوريكم بعض الادله ديال التسجيلات ديال اللي يعني في اللي سجلوا في بعض الاستوديوات ثم عندي مساله واحده اللي باغي ندوي عليها وكنتمنى ان ما يعني ما يعني ما تخلقش واحد القلق علاش لان انا جو سوي ان بو ديريكت وستريكت هو مساله اللي هضر عليها مراد في الفيديو ديالو الاخ كنظن في الكونفينمون فكنتمنى ان مراد ما يفهمنيش غلط بل اريد ان ازكي كلامه بطريقه اخرى فالاخوان مراد فاش كان دواء وقال لكم ان غادي نصدمكم الا قلت لكم ان التركيبه فوليوم 2 ما سميتهاش فوليوم 2 وانما هاد فوليوم 2 تقال غير تقالت في المعارف او في الفرات ان انطوان هو اللي سماها فوليوم 2 فهنا وقع واحد اختلاف هو هذاك ديال انه ما سميتهاش فوليوم 2 بينما الا رديتو البال الا رديتو البال ولاحظتو قوه الملاحظه خصكم ديما تكون عندكم قوه الملاحظه والسمعيه كذلك فمراد فاش دوا هز ضار وهز واحد الكتاب اللي هو ديال 2001 وهز ما واحد السيديات فهنا مراد قال واحد القضيه قال ان هاد السيديات هما اللي سميتهم فوليوم 2 هنا فاش وقع لي هو هنا عنده الحق هنا ازكي ليه كلام ازكي كلامه كلام ديالو ازكيه فهادوك السيديات اللي جاوا مع الكتاب هو الفوليوم 2 ولكن الفوليوم 2 التركيبه كتركيبه اللي كنخدموا بها اللي دارت ضجه عالميه فهي كذلك سميتها فوليوم 2 تبعا للفوليوم ديال الكتاب لان مكونه اللي كنخدموا كنخدموا بها مكونه من التغاريد ديال هذاك السيديات ديال هذوك السيديات اللي خرجوا مع الكتاب اذا المراد هنا عنده الحق في واحد الاتجاه
واتجاه الاخر ما عندوش فيه الحق، ربما ما كانش عارف ما كانش باحث، لان الدليل الاخر هو ان شخصيا انا ما دخلت الكوبي حتى 2004 ك يعني تغريد فهمته وتعلمته. اما يعني بدايه التعليم ديالي الكوبي هو 2004، حكومه ماشي قديمه، كان هو الشرجم. ولكن 2001 انا كنحفظ كوبيه بدون العلم ديالي اش كنحفظ، يعني تيليشارجيتها في 2000 2001 2002 2003 خدام تيليشارجيت هذا الكلام هذا، وكان عندي ذاك الوقت فوليوم 2 والفوليوم 1 ومسمينهم اسبانيا فوليوم 1 فوليوم 2. اذا هذا دليل ان الفوليوم 1 جاء الاسم جاء من اسبانيا، لان انا من فاش جيت 2004 ما كنتش يعني يلاه تعرفت على الاخوان انطوان باتريك يعني الشله كامله ومراد، ولكن الفوليوم 2 كنت كنعرف انا كاين، فهمتي؟ هذا هو الاختلاف البسيط اللي كاين. فالاخوان كنتمنى مراد ما يتقلقش، ولكن ما فيه حتى شي مشكل، الا تصحت المعلومه ما كاين حتى مشكل، انا اتقبلها بقلبي الكبير وبوجهي الكبير، ما عنديش مشكل، لان اللي بحثت فيه انا لقيته غير في مصادر موثوقه جايه من عند اسبان فوصلتها لكم. فالاخوان غادي نعطيكم الادله، ومن بعد الادله ان شاء الله غادي نختم. الإخوان وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى أن تكونوا استفدتوا منها، وكنتمنى أنني نكون خفيف الظل عليكم، وكنتمنىكم تسمعوا هذه الحلقة هذه ولو أنها طويلة، ولكن الطريقة الوحيدة هو أنكم تقسموها كلما تفرجوا شوية شوية إلا بغيتوا تستفدوا، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا لكم وشكرا لكل مولوع او انسان كيشجعني وكيتبع القناه علي تي في ماروك. فإلى الحلقه المقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.